هطلت على الناس القصيدة بعد صمت باذخ. خرجت إلى اللاوقت، أصبح وقتها كل النهار إذا أراد الناس، أو كل المساء إذا أرادوا. كلما اشتد صوت الرصاص ولعلع في الصدر خوفي، خرجت إلى سطح بيتي وناديت: يا أهلنا، أيها اللابسون دروع الحروب، إلى أين تمضون؟ إن الطريق إلى الله لا تبتدي من هنا، والطريق إلى القدس لا تبتدي من هنا، فاخلعوا لامة الحرب واحتكموا للحوار. كلما اشتد صوت الرصاص وأمعن في قصفه ذبل الورد، وازداد خوف الحديقة، غادرها ماؤها وغناء العصافير. لا شيء حين يلعلع صوت الرصاص يضل على حاله، لا المدينة، لا الناس، لا الشجر الكان يحرس في الليل حلم القمر. كلما اشتد صوت الرصاص ولعلع في صدري الخوف، قلت لنفسي: سحابة حرب ستمضي، وتبدأ عائلة اليمنيين، أطفالها وحرائرها والرجال، لتلتف في لحظة الحسم من حول مائدة الحب، تأكل خبز الملوح وتشرب من ماء شمسان كأس الوئام. لا تخافوا عليه، على وطن عركته الشدائد واعتصرت روحه الحادثات. ولا تحزنوا، إنه طائر الرخ، يدخل في النار، يخرج من حدقات الرماد فتيا، كما صورته عواطفنا وتمنته أحلامنا، وطناً ناصعاً كالنهار.